برعاية رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وبإشراف من مكتب الشباب والرياضة في عدن، وتحت شعار من أجل النهوض بالرياضة الجنوبية والرقي بها، أقامت دائرة الشباب والرياضة كرنفالا رياضيا تزامنا مع يوم الرياضة الجنوبي. بمناسبة يوم الرياضة الجنوبي، طبعا اليوم نرى كرنفال يعني بهيج سواء داخل هذه الصالة أو خارجها في فعاليات تقام في خارج الصالة. طبعا نحن في هذا اليوم يعني ننقل تحايا الرئيس القائد الذي وجهنا بالإعلان عن أكاديمية الشيخ زايد الرياضية التي تقام في العاصمة عدن، وسيكون يعني قيادات رياضية متميزة، وسنقيم توأمة مع بعض الأكاديميات العربية، وستكون يعني الأكاديمية الأولى من نوعها. نحن تواجدنا اليوم، وأنا كشخصية رياضية وكنت بطلة بسبب أحد يعني بسبب هؤلاء الرياضيين القدامى الذي دفعوا فيني ووصلوني إلى هذا المستوى. فأشكر دائرة الشباب والرياضة مرة أخرى، وأشكر الأخوة في المجلس الانتقالي الجنوبي على اهتمامهم بالنشاط الرياضي وإحيائه وإعادة الرياضة الجنوبية من جديد. الاحتفال باليوم العالمي للرياضة الجنوبية شمل إقامة العديد من الأنشطة الرياضية مثل كرة الطائرة والسلة وألعاب القوى وماراثون للناشئين وتنس الطاولة والجمباز والملاكمة وغيرها من الأنشطة التي شارك فيها كلا الجنسين ذكورا وإناث. نحن سعداء أنه استذكرنا هذه المناسبة بهذه الشخصيات التي حضرت، بمن كرمنا أيضا من الشخصيات الجميلة التي هي ترتبط بذلك الأرث الجميل، بذلك التاريخ، بتلك الأمجاد، وبالتالي نحن سعداء للمشهد الشامل. هو رسالة جديدة من رياضة عدن، من أبناء عدن، من ثقافة عدن، من كل شيء يرتبط بهذه العاصمة الجميلة. نتمنى أن تصل كما نريدها، بعيدا عن الشحن، بعيدا عن التحسس من ما نقوله دائما نحن في عدن. كل الشكر لمن ساهم، الشكر طبعا للرئيس القائد عيدروس الزبيدي، لدائرة الشباب والرياضة بالمجلس الانتقالي الجنوبي التي أعطت بصمة جديدة في إطار اهتمامها بكل ما يرتبط برياضة عدن والجنوب بشكل عام. وفي الكرنفال تم تكريم الشخصيات الجنوبية التي كان لها باع طويل في الرياضة التي ارتبطت بالمدينة وكانت رائدة بها، وفي ذات السياق سيتم تدشين العمل بأكاديمية الشيخ زايد التي تم الإعلان عنها والتي ستحتضن مختلف المواهب الرياضية مستقبلاً حسب تأكيد القائمين على هذا المهرجان. صلاح العاقل لقناة الغد المشرق، عدن.